تدري ان الامبراطور جاستينيان الاول كان يعشق اللولو؟ نعم انت سمعتني صح، الامبراطور جاستينيان اذا بتشوف اللوحة او الصور اللي مرسومة له بتشوف له حاطله حلق من اللولو، حتى تاجه مرصع باللولو. بل من كثر ما كان يحب اللولو اصدر قانون، وهو القرار رقم 35 من كود اوف جاستينيان، اللي هو قانون جاستينيان رقم 35، يمنع على عامة الناس ان يلبسون الحرير البنفسجي ويمنع عليهم ارتداء اللؤلؤ. طبعا الحرير البنفسجي هو لباس الملك والملكة. أعطيكم معلومة سريعة أيضا، أول من أدخل الحرير كصناعة في أوروبا هو الإمبراطور جاستينيان. أرسل ناس باقوا ما يعرف أكرمكم الله بدودة القز من الصين اللي كانت حكرا على الصين، وبعدين بدأ في تجارة وصناعة الحرير. الإمبراطور جاستينيان ما كان هو الملك الوحيد اللي كان يستخدم اللولو. يذكر ابن كثير في تاريخه أن بساط كسرى، بساط معناته الزولية طبعا أجلكم الله، كان في هذا البساط اللؤلؤ والذهب والفضة وكان من الحرير. فهذه كانت يعني من الأشياء اللي يستخدمها الملوك، اللؤلؤ كانوا يستخدمون الملوك في لبسهم وفي زلهم وفي أثاثهم، وإلى اليوم احنا نشوف الملوك يلبسون هذه الأشياء. يعطيكم العافية.